أيها الشاب خذ هذه النصيحة في أبيات جميلة: خلِّ الدكار الأربع والمعهد المرتبع والضاعن المودع وعد عنه ودع واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنع كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجع وكم خطى حثثتها في خزية أحدثتها وتوبة نكثتها لملعب ومرتع وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي وكم غمضت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحذى المرقع ولم ركضت في اللعب وفهت عمدا بالكذب ولم تراعي ما يجب من عهدي المتبع فالبس شعار الندم واسكب شآبيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف واعصي هواك وانحرف عنه انحراف المقلع إلى متى سهوتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع أما ترى الشيب وخط وخط في الرأس خطط ومن يلح وقت الشمط بفوده فقد نعي ويحك يا نفس اسمي ويحك يا نفس احرصي على ارتياد المخلص وطاوعي وأخلصي واستمعي النصح وعي واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى واخشي مفاجأة القضاء وحاذري أن تخدعي وانتهجي سبل الردى وادكري واشكى الردى وأن مثواك غدا في قحر لحد بلقع آهل له بيت البلا والمنزل القفر الخلا ومورد السفر الأولى واللاحق المتبع يعني القبر بيت يرى من أودعه قد ضمه واستودعه بعد الفضاء والسعة قيد ثلاث أذرع لا فرق أن يحله داهية أو أبله أو معسر أو من له ملك كملك تبع وبعده العرض الذي يحوي الحي والبذي والمبتدي والمحتدي ومن رعى ومن رعي فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وقي سوء الحساب الموبق وهول يوم الفزع ويا خسار من بغى ومن تعدى وطغى وشب نيران الوغى لمطمع أو مطمع يا من عليه المتكل قد زاد ما بي من وجل لما اجترحت من زلل في عمري المضيع فاغفر لعبد مجترم وارحم بكاه المنسجم فأنت أولى من رحم وخير مدعو دعي.